ترسم ابتسامة على محياها. منال اكتوت بنار السرطان الذي أنهى حياة ابنتها في ربيعها الثالث، لكن ذلك كان سببا في إنشاء مركز يحمل اسم ابنتها مرام، مركز يحتضن الأطفال المصابين بالسرطان رفقة أمهاتهم في أثناء فترة العلاج بالعاصمة. هكذا بعفوية يقضين الوقت لينسين محنتهن. مهم مش قديش من عام تنجم تعيش. مرام عاشت 3 سنوات 3 أشهر و3 أسابيع و3 أيام، لكن خلت وراها اسم كبير والحمد لله، وبعدها هي استنفعوا برشا صغار أخرين. بالنسبة لي أنا كانت رسالة. هي رسالة أمل من رحم الألم. دار مرام ليست مبيتا لإيواء المرضى فحسب، هنا تتحول إلى فسحة أمل للشفاء. كنزة لم تتم عامها 9، هي مصابة بالسرطان، تأتي رفقة والدتها للإقامة هنا فترة العلاج. هو الأحساس ذاته تتقاسمه صاحبة المشروع ورواده. نفرح اصلا باهي حاجه هي في الدار عاملينها، واحد يلقى فيها راحته، الرياض موجود، تحب الالعاب الكل موجوده وتشيخ معاهم. حين تنظر الى مصائب الاخرين تهون عليك مصيبتك، هكذا تقول مؤسسه هذا المشروع الانساني. فتحت دار مرام ابوابها للمرضى في محاوله للتخفيف بعض الشيء من معاناتهم اليومية. برشا عبيد تجي من بعيد وما تلقاش وين باش تبقى وين باش تبيت. عاونونا برشا، حلين لنا الباب، حسينا روحنا اللي احنا في ديارنا، ماناش في بلاصة غريبة. كأنها بيتهم إذا. تضم دار مرام غرفا مجهزة بأحدث التجهيزات ووسائل الترفيه وكل المرافق الضرورية لتوفير ما تيسر من الراحة للمرضى، وتغنيهم عن عناء التنقل يوميا، وهو فصل ليس الوحيد من فصول معاناة مرضى السرطان في تونس. رحلت مرام لكن اسمها بقي في الذاكرة. تحولت من ضحية للسرطان إلى رمز لمقاومته. أنشأت والدتها مركزا لإيواء من تقطعت بهم السبل في رحلة العلاج من هذا المرض الخبيث. عسى ألا يواجه مصير مرام. وسام دعاسي، العربي، تونس. ويسرنا استضافة من تونس منال الغربي نائب رئيس جمعية مرام. سيدة منال صباح الخير، أهلا بك معنا في صباح جديد. صباح النور. أول حاجة نعتذر أني ما نجمتش نكون معكم في استوديو لحالتي الصحية. سلامة قلبك وإن شاء الله المرة الجاية. أول شيء اسمحي لي هنيك، حضرتك والدة مرام، كم هو جميل أن نصنع من المأساة فرحة للآخرين وأيضا فرحة تنعكس على قلوبنا أيضا. حدثينا عن يمكن هذا الدار، كيف أتت الفكرة؟ نحن نعلم، ولكن كيف أنت استطعتي إنشاء هذه الفكرة وإسعاد الأمهات والأطفال الآخرين؟ هي الحقيقة الفكرة وقت اللي مرام كانت حية الله يرحمها وسافرنا للعلاج في فرنسا، أقمنا في منزل شبيه لهذايا في باريس اللي هو ماكدونالد في جنيف. فلما عدنا كانت فما حاجات قبل إنشاء المنزل هذا، كان بالضرورة إنه الإنسان يعملها قبل ما نجمو ننشئ المنزل هذايا. بعدين عاوننا بنية اللي كيف كيف سافرت باش تعالج بالخارج، وجدها وجدتها هداونا الدار، فقمنا بإعادة تأهيلها وقمنا بإعادة البناء وكل شيء، وبدينا في استقبال الأمهات والأطفال. طيب سيدة منال، حدثينا أكثر عن يعني أرقام، إحصاءات، عدد المستفيدين من هذه الدار إذا كانت هناك أي جهة داعمة. هو الحقيقة دار مرام تحلت في 14 فيفري 2021
يعني يوميا في دار مرام تلقى أطفال وأمهات يوميا ملي تحلت لليوم ما فماش نهار الدار كانت فارغة، فما أيام يعني طاقة الاستيعاب متاعها هي 36 سرير، ومش كل يوم يعني مليانين، لكن أغلب الأوقات تلقاها أكثر من نصف مليانة الدار. فيجيونا من عدة مستشفيات بالعاصمة الأمهات والأطفال، والجهات الداعمة هم أكثر توانسة يعني تونسيين عاديين مقيمين بتونس ولا خارج حدود الوطن، يدعموا الدار، يجوا يطلعوا على الصغار وجمعية مرام بالطبيعة. طيب الخدمات التي تقدمها جمعية مرام إن كان للأطفال أو للأهالي؟ الحقيقة جمعية مرام عندها عدة خدمات، أهم حاجة هو إعادة ترميم وتأهيل الوحدات الاستشفائية للأطفال المصابين بالسرطان الموجودين في عدة مستشفيات في تونس، آخرهم مازلنا كيف افتتحناه مع وزير الصحة عنده شهرين توا. هذه أهم حاجة بالنسبة لنا، عندنا تحقيق الأحلام للأطفال، عندنا أطفال تقص على قرايتها فإحنا نعود ونرجعهم يقراوا في المدارس الخاصة، عندنا تكوين للأطباء، عندنا يعني الإحاطة النفسية والعلاج للأطفال اللي ما عندهمش إمكانية إنها تخلص العلاج على نفسها، عدة يعني بوكو دو فولي اللي جمعية مرام تحاول ديما نقول، لأنه مستحيل إنك تلبي رغبة الناس الكل ولا إنك تمد يد المساعدة للناس الكل، فنحاولوا إنه أغلبية الصغار هذوما نعملوا لهم إحاطة بجمعية مرام. طيب سيدة منال، هل تتلقون أي دعم حكومي؟ الحقيقة يعني ماتيريالمون يعني من ناحية الفلوس لا، لكن في كل مشاريعنا اللي احنا نعملوا فيها اللي نعاودوا فيها إعادة التأهيل للمستشفيات فما دعم حكومي، لازم تكون فما شراكة بيننا وبين وزارة الصحة، مثلا الصغار اللي يجيونا لدار مرام ولا اللي احنا نعاونوهم يجيو من المستشفيات العمومية، واحنا بيدنا كيف نمشي ونتنقلوا في المستشفيات العمومية، يعني فما شراكة ديما بين المجتمع المدني والدولة دائما. شكرا لك سيدة منال غربي نائب رئيس جمعية مرام، حدثنا من تونس.